من يثبت، كل من لا ينهار، كل من لا تتلاعب به المخابرات الإرهابية، كل من لا يهبل ويحسب روحه هو مركز العالم، الشعب سيراه ويعرف أنه من أبنائه، وأنه هؤلاء الناس اللي يثق فيهم. في هذاك المقطع واش يقول، حبيت نعاود نترجمه لكم. يقول فيما يتعلق بالماشي، هذا واش كان يقول، فإننا نواجه نقصا، وعندما يتعلق الأمر بمواد الحليب نستورد الحليب المجفف ونقوم باستنساخه هنا ممزوجا. قريب يقول له واش راهي طيب في الدار، الشربة كيفاش راهي يديرها زوجته، ولا كيفاش راهي تحط فيها عقاقير. يعني واحد المستوى، ليه مش لأنه مش حكام، هو مش حكام هذو. أولا يحكي المنطقة العربية كلها بالمناسبة، هو مش حكام لكن على درجات مختلفة. هو هذو خونة وجواسيس، هذو فاشلين، هذو عملاء ومرتزقة، عارفين أنه بدون دعم السيد الخارجي، بدون دعم الرجل الأبيض سواء كان في واشنطن أو في باريس أو في لندن أو في موسكو أو حتى الجنس الأصفر في بكين، ما يستمروش وما عندهمش لا شعبية لهم، شعب ما يحبهمش، خاصة هذه الأنظمة العسكرية هذه اللي هي أبشع وأخون وأجرم وأفشل وأقتل. وشوفوا شو راه داير السيسي في مصر، اللي رجعها إلى لا شيء. دولة المسخ تتعامل تتصرف فيها كما تحب، أو إحنا راهو الأوضاع راهي شبيهة بها في كثير من الحالات، وقلناها من قبل، إما النصر وإما مصر. ما زالوا هذا الكذب، الكذب الذي لا ينتهي. الجزائر تطلق مشاريع بترولية وغازية عملاقة، اتفاق جديد بين سوناطراك وإني الإيطالية. هذه كما العمى، هذو كما ناطحات السحاب اللي كانوا يتكلموا عليهم في البليدة، وكما قطار تامن راست، وكما مانيش عارف ورقلة عاصمة الجنوب، وكما الجلفة عاصمة مانيش عارف واش، وباتنا ما نعرف واش قال فيها. الكذب لا يتوقف، لا يتوقف، يكذبون أكثر مما يتنفسون. ولكن دائما تذكروا أنهم يخافوا وما يحشموش. رأي تجربتي معهم 27 سنة، ورأي بعض إخوانكم ربما حتى أكثر مني أو أقل مني، راهو عصابات تخاف ما تحشمش، راك تتنازل شوية يدول كلش. ولذلك الثبات يا إخوان، الثبات، الثبات في مواجهة هؤلاء. رغم يقدروا يتلاعبوا بعض الناس إخوانكم المغاربة. والمساج من عند جمهور الرجاء يقول الشعب الجزائري الشقيق جوي جوي، يا الجيري وحنا خاوة ماشي عداوة، وحنا خاوة ماشي عداوة، جوي جوي يا الشعب الجزائري الشقيق جوي جوي، يا الجيري وحنا خاوة ماشي عداوة. وباقي القصة كلها، الأنشودة كلها. نعم احنا خاوة مش عداوة، كنا وسنظل خاوة مش عداوة، وسنبني بإذن الله المغرب الكبير، سنبني بإذن الله، إذا لم يكن دولة المغاربية الكبرى اللي تضم من موريتانيا إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس، إذا لم يكن دولة المغاربية الكبرى اللي نحلم بها ونتأملها ونأملها ونسعى لها، على الأقل الاتحاد المغاربي، الاتحاد المغاربي يواجه القوى الخارجية ويواجه الأطماع
ويقيم اتحاد يكون فيه اللي يسكن في درنة أو في بنغازي مثل اللي يسكن في الرباط أو في فاس مثل نواديبو أو نواقشط، مثل تونس أو القيروان، مثل وهران أو الجلفة أو تمنراست، يكون فيه نفس الحقوق والواجبات. شعب واحد من أكثر من 1,100,000,000 نسمة وأكثر من 6.5 مليون كيلومتر مربع، بإطلالة على المحيط الأطلسي وعلى البحر المتوسط وبتعمق في الصحراء الإفريقية وفي إفريقيا. هكذا نستطيع أن نواجه التكتلات الخارجية. تشوف الاتحاد الأوروبي وما أدراك، ولولا أمريكا لكان الروس الآن راهو داير فيهم الرعب، فما بالك إحنا؟ إحنا خاوة مش عداوة. شعب جزائري وشعب مغربي شعب واحد، وليس كما قال السفيه تبون، قالوا ما يشبهوننا في ولا شيء. بدا حديثه مع الامريكي يقول له احنا متشابهين احنا وياكم كثير، فاهم متشابهين احنا والامريكان. كان ممكن يقول له مثلا في حروبنا التحريريه، مثلا كان ممكن يقول له مثلا كبشر متشابهين ممكن نتعاونوا، قالوا لا احنا متشابهين كثير، لان انتم اليوم الاستقلال تاعكم 4 جويلية احنا 5 جويلية. ولما انتقل مباشره بعدها قال له ما عدا تونس كل الجيران ما يشبهوناش، لا المغرب ولا موريتانيا ولا مالي ولا النيجر ولا ليبيا ما يشبهوناش. هذو الامريكي اليانكي يشبه لك، والمغربي او الليبي او الموريتاني او المالي ما يشبه لكش. يا خاين يا فاشل تبون مزور، جابوه العسكر مكاش الشرعية، شعب يقول لك جابونا رايس تاع يبيع الكوكايين يبيع الغبرة، هذه حقيقتك. والدليل أنك اطلقت خالد تبون في الأيام الأولى اللي عينوك فيها على رأس على هرم بالدبابة اللي جابتك. سينتصر الشعب بإذن الله، قضية ثبات وصبر، عمل، جهد، صبر، مواجهة الثورة المضادة، كشفهم وفضحهم. أما الذباب خلوه، الذباب راه يخدمنا، خاصة بعض كبار بعض أنواع كبار الذباب مش عارفين راهم يقدمونا. لا تشاركوا في هذه المهزلة، وراي أصلا لما تجي وفودكم راه كاين السرقة معمرة في البلاد، راه ما فيش أمن، راه المخابرات الإرهابية ماسكة البلاد وخانقتها. فتكتب لكل الفيدراليات رسائل وتوضع في المواقع التواصل الاجتماعي، واللي ما يقدرش وما يجدش يروح فقط تويتر فيسبوك اليوتيوب وين يلقى نتاع هذه الجهات او مواقع حيكتب لهم. احنا جزائريين لا تأتوا، نحن تحت حكم استبدادي عسكري اجرامي تقود المخابرات العسكرية. وطبعا ايضا على معرض الجزائر الدولي اللي هو قبل في 18 جوان 18 جوان، اكتبوا للشركات القادمة راهم جايبين هذه المرة على أساس شركات أمريكية ومانيش عارف، روحوا شوفوا قوائم الشركات اللي جاية واكتبوا لها كلها، اكتبوا له رؤساء الشركات وقول لهم لا تأتون، راهم يديروا بكم الفيلم، رانا مقهورين، رانا محقورين، راهم أحرارنا في السجون يعذبون، راهو شعبنا لا يجد، كثير منهم لا يجد دواء، وبعضهم لا يجد طعام، وبعضهم لا يجد المسكن ولا يجد العمل. يجب أن تكون هنا دبلوماسية شعبية، وإخواننا اللي حضروا رسائل ويحبوها تنتشر يبعثوها لنا وإحنا ننشروها على المواقع نتاعنا وعلى مواقع الأحرار أيضا ينشروها. وأتمنى من كل أحرار البلاد أن ينشروا هذه الرسائل إلى أقصى الحدود الممكنة. يجب أن لا تتم هذه الألعاب، وإذا تمت تكون بفضائح حقيقية، ونحضروا نفوسنا من الآن أنهم عندما تتم هذه الألعاب يخرجون الجزائريين يرفعوا شعارات مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية ودولة مدنية مش عسكرية، وتبون مزور جابوا العسكر مكانش الشرعية وجينيرو كازيرن على الأقل باش ما نقولوش على بوبال، وكل شعارات الحراك قولوا لهم الحراك خرج لقيام دولة العدل والحق والقانون وليس لاستمرار العبث العسكري. يجب أن يكون هذا، وهذا أضعف الإيمان، هذا ضعف الإيمان. هم برات بعض إخواننا يقول لك أعطونا أشياء نديروها، هاي بعض الأشياء
اليوم سامحونا يا اخواننا مش راح نتكلم لا على اوكرانيا لا على غيرها، لانه مازال بعض المواضيع وكلها تخص البلاد، فيسمحونا يا اخواننا، لكن ان شاء الله في اللايف القادم نعود ونرجع الموضوع اوكرانيا ايضا فيه تطورات مهمه. فضيحة اللي شفناها مع بعض، ما كفاش انها خرجوها الامريكيين في الموقع تاع وزارة الخارجية، هاي خرجت في تسريب صوتي، هاو مقطع منه، اسمعوه واش يقول سيد الامريكي. المفروض الوزير هو اللي يكلم الرئيس مش العكس، المفروض الوزير هو اللي يدي رابور، يعطي رابور الرئيس في اي مكان في العالم، رئيس يسمع هو على رتبة المفروض، لكن لانه عارف روحه مش رئيس، راهو ما يصلحش رئيس دائرة يعني. اسمعوا هاو مقطع.